اهلا بكم هل دخلت العمليه السياسيه في العراق مرحله الاحتضار بعدما غابت العداله في العراق وتحكمت الاحزاب بمصائر الشعب ونهبت ثرواته وغيبت شبابه في غياهب السجون والمعتقلات وقمعت الكلمه الحره المطالبه بالحقوق الوطنيه الشرعيه قمعتها بالحديد والنار والدم ما أهمية دور القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال الأمريكي والإيراني وعمليتهما السياسية خلال هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العراقيون؟ وخاصة مع تنظيم شباب ثورة تشرين تظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات عراقية في الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين. ما هو الحل المنشود لإنقاذ العراق والعراقيين ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضدهم من قتل وتغييب وتهجير؟ وما أهمية انعقاد مؤتمر الميثاق الوطني الثالث تحت شعار رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق؟ والذي سلط الضوء على ماسي الشعب العراقي منذ احتلال العراق عام 2003، والذي جمع عددا كبيرا من السياسيين والمفكرين من العراق ودول عربية أخرى، هل ستكون البوابة الحقيقية للتغيير المنشود في العراق؟ سيكون معي في هذه الحلقه ضيوفي الكرام الاستاذ عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي ضيفي في الاستوديو وايضا الاستاذ احمد صبري الكاتب والصحفي العراقي مرحبا بكم ضيفي الكريمين وعبر سكايب الاستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي مرحبا بك استاذ عبد الله اذا مشاهدينا الكرام نشاهد بدايه هذا التقرير بعدما اصاب العراق ما اصابه من ويلات جراء الاحتلال الامريكي الايراني، كان لزاما على الاحرار والشرفاء من ابناء الرافدين ان يهبوا لانقاذ ما يمكن انقاذه من وطن مزقه الاحتلال والحكومات التي اعتمدت المحاصصه الطائفيه منهجا لها والميليشيات ذراعا مسلحا لقتل العراقيين. الميثاق الوطني العراقي عقد مؤتمره الثالث تحت شعار: رؤية وطنية واقعية للحل المنشود وإنقاذ العراق لتسليط الضوء على ماسي الشعب العراقي ومعاناته المستمرة منذ احتلال البلاد عام 2003، مشيراً إلى أن العملية السياسية في العراق دخلت مرحلة الاحتضار. فيما شدد المؤتمر في بيانه الختامي على حق الشعب العراقي في التظاهر ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقه. من قتل وتهجير وتغييب واختطاف ورفض استخدام الاراضي العراقيه منطلقا للاعتداء على دول المنطقه. مؤتمر الميثاق الوطني العراقي الذي جمع عددا كبيرا من السياسيين والمفكرين من العراق ودول عربيه اخرى جاء متزامنا مع تنظيم شباب ثوره تشرين تظاهرات حاشده في بغداد ومحافظات عراقيه اخرى في الذكرى الثالثه لانطلاق ثوره تشرين. بينما نقلت صحيفه الجارديان البريطانيه عن المتظاهرين تاكيدهم انهم عازمون على تغيير النظام السياسي القائم برمته وبشكل جذري بعد نحو عقدين من الحكم والذي تسبب في افقار العراقيين. ان هدفنا هو تغيير النظام السياسي القائم وتصفير العمليه السياسيه القائمه برمتها. شباب العراق عاودوا الخروج الى ساحات التظاهر من اجل تفكيك نظام المحاصصه الطائفيه بحسب مركز جنيف الدولي للعداله واوضح المركز الحقوقي ان الشعب العراقي لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان لافتا الى ان فساد النظام القضائي ادى الى زياده واستمرار هذه الانتهاكات حتى غدت العداله في العراق بعيده المنال وأن تراخي المجتمع الدولي هو الذي شجع الجناة على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات إذا أبدأ معك الأستاذ عبد القادر النايل ما دلالات التوقيت انعقاد المؤتمر الثالث للميثاق الوطني العراقي بدأنا أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وضيوفك الأكارم من المعلوم تماما انه تاتي مرحله انعقاد المؤتمر الثالث للميثاق الوطني العراقي في تاريخ مفصلي من تاريخ العراق، فالعراقيون الان يتطلعون الى التغيير الحقيقي وهم مصرون على التغيير الشامل في العراق، ولذلك لم يكن حقيقه انعقاد هكذا قوى وشخصيات عراقيه وازنه في المؤتمر العراقي او في المؤتمر الوطني العراقي الذي عقده الميثاق. بالتزامن مع تظاهرات تشرين الذي كلهم حقيقة انطلقوا بالتغيير الجذري وهذه حقيقه تعبر على ان القوى الوطنيه الحقيقيه للعراقيين والجماهير العراقيه متناسقه في التغيير ايا كان من يقود هذا التغيير، لكن بالاصل ان العراقيون اليوم تواقون الى ان يعود الوطن الى شعبه وليكون هو مصدر السلطات فيه وبالتالي يتم انقاذ العراق مما حلت فيه الكوارث والمصائب الذي خلفتها الاحتلال الامريكي والايراني ومن ثم عمليتهم السياسيه الفاشله بالاحزاب الفاسده التي الى الان تتحكم بمصير العراقيين، اعتقالات، تغييب، احكام قضائيه مسيسه، ميليشيات تقتل، أسل اسلحه منفلته وكلها حقيقه من يدفع ثمنها هو الشعب العراقي من انهيار اقتصادي لذلك توقيت الميثاق الوطني لهذا المؤتمر يأتي في ظل ما يجري في العالم والعراق أيضا سيكون في قلب هذا التغيير لذلك نحن أمام متغيرات حقيقية ولذلك إذا ما رأينا الإحاطة لهذا اليوم بعد مؤتمر الميثاق وتظاهرات ثورة تشرين الإحاطة الأممية التي قدمتها بلاس خارت والتي هي تواطأت كثيرا في ملفات انتهاكات حقوق الانسان مع احزاب سياسيه اصبحت ربما ترسل رسائل غير ايجابيه لبعثتها من خلال توسطها مع الاحزاب من ذهابها الى ايران لكن اليوم اقرت بان النظام السياسي او العمليه السياسيه هي سبب مصائب العراقيين وهي لا تعمل لصالح الشعب العراقي، لذلك كل هذا ياتي حقيقه في سياق ان التغيير قادم بلا شك الى الشعب العراقي وبالتالي ينبغي الاستعدادات لهذا التغيير وبالتالي ان يكون هناك من الوازنين الذين يعيدون العراق الى وطنيته بعد ان يل يعني يركل يركلوا الطائفيه والنظام السياسي الحالي الذي حقيقه لن يكون هناك اي اصلاح فيه. استاذ احمد صبري الكاتب والصحفي العراقي ما اهميه دور القوى الوطنيه المناخذه للاحتلالين الايراني والامريكي وعمليتهما السياسيه في كشف ماسي العراقيين للعالم وفضح جرائم الاحزاب وميليشياتها. نعم هذه يعني بتقديري مهمه صعبه ولكن ليست مستحيله. يعني كل عوامل ما يجري بالعراق واضحه للعالم ولكن هذه القوه التي سالتني عن دورها تطلع بدور مهم وأساسي فيما يتعلق بنشر تفاصيل ما يجري من فشل سياسي واقتصادي وجبهوي لذلك كان مؤتمر الميثاق الوطني العراقي نقطة ضوء لهذه القوى للوصول إلى طريق محدد ينقذ العراق من من الذي يعاني فيه منذ عشرين سنة وحتى الآن القوى الوطنية مطالبة بالتوحد مطالبة باصطفاف وطني ناضج يعبر عن إرادة العراقي بالتغيير الحقيقي وليس باللفظي اليوم ما جرى في مجلس الأمن غير كافي هذه الإحاطة ليست كافية المطلوب من مجلس الأمن أن يطلع بدورة الأممي بالنظر إلى وضع وضع العراق المتهرئ عملية سياسية فاشلة احتلال إيراني لا بد من مجلس الأمن أن يأخذ دوره في هذا الاطار وبالتالي ان تنهض تتزامن مع رؤيه القوى الوطنيه العراقيه بتشكيل جبهه او تشكيل تحالف اصطفاف وطني يعبر عن المازق الذي يطلع فيه العراق في الوقت الحاضر نعم ارحب بالاستاذ عبد الله السلمان الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الاقمار الصناعيه استاذ عبد الله هذه الاحاطه اليوم من وجهة نظرك يعني مجلس الأمن الدولي المجتمع الدولي ليس بمنأى عما يجري في العراق ربما يكون هو السبب الرئيس فيما, فيما يعانيه العراقيون من مآس من وجهة نظرك هل هذه كافية؟ تحية لك ولضيوفك الأكارم ومشاهديكم الأفاضل الإحاطة التي تقدمتها بلاسخارت بمجملها مثل ما تفضل ضيفك الكريم غير كافية لأن مجلس الأمن بالذات هو الآن غير فاعل بسبب المشاكل الدولية العالقة ما بين قيادات هذا المجلس فلذلك ولم تخطي هذا التقرير لم, يتع... لم يعبر تماما عن مشاكل الشعب العراقي ومآسيه بشكل دقيق ومن هو صاحب الجريمة في حق الشعب العراقي لم يحدد بينما بلاس تعرف كل التفاصيل تعرف حتى من قتل المتظاهرين وأي جهة ولم تقدمهم من ذاك وهي متواطئة من تشرين في تشرين بالبداية قالت أنا لم أرى حتى الدخانيات في في أجساد المتظاهرين. فاليوم إحاطتها إحاطة سياسية شكلية ليس لها حقيقة ليس لها قيمة بالمعنى أمام مجلس الأمن، ومجلس الأمن غير قادر اليوم أن أن يقدم أي تصور حل خارج خارج إطار مشاكله الكبرى ما بين أمريكا و وروسيا الآن بسبب أوكرانيا ومشاكل أخرى فبالتأكيد ليس له معنى ولا يؤثر تأثيرا وهو يعد إعطاء فترة جديدة لهذه القوة السياسية على أساس أن تقدم برنامج آخر تدعي به أنها ستخدم الشعب العراقي وتقدم بعض الدلالات على انها ستغير من برنامجها السياسي وتقدم خدمات وتطرح برنامج يخدم مصالح الشعب العراقي وبالتاكيد نحن نعتبره كمراقبين سياسيين ان هذا هذه الاحاطه حقيقه مخادعه للشعب العراقي وغير ولا تخدم الشعب العراقي بالمطلق. نعم. سيد عبد القادر النايب بالعوده اليكم مره اخرى مع هذه الحقائق المنقوصه والوثائق المنقوصه وحتى الاحاطات المزيفه والمخادعه من وجهه نظرك هناك دور كبير للقوى الوطنيه المناهضه للعمليه السياسيه الان خلال هذه المرحله ما اهميه هذا الدور لا سيما بعد مرور اكثر من 19 سنه على الاحتلال من المعلوم تماما انه اي بلد لابد ان يكون هناك من يتقدم الى استعادته والى تحريره بدعم الشعب العراقي وبالتالي دور القوى الوطنيه هي لا يمكن الاعتماد على من غزا العراق من اجل ان يحرر العراق او ان يعيد العراق الى اهله، انما الحقوق تنتزع انتزاعا وبالتالي هي لا تُهب. لذلك دور القوى الوطنيه مهم في هذه القضيه في تصويب كثير من الامور والسعي الجاد في عمليه استعاده العراق على عده محاور، سواء كانت منها المحاور الاعلاميه او المحاور الميدانيه او الحراك الموجود حاليا بالوسائل المتاحه بكلها سواء كان سلميا او غير ذلك، كل هذه الوسائل هي متاحه للشعب العراقي والشعب العراقي حقيقه قدم الكثير من التضحيات الكبيره. وللقوى الوطنيه ايضا قدمت تضحيات كبيره فيكفيها انها لم تتلوث يداها مع هؤلاء الاحزاب السياسيه في قتل العراقيين وفي سرقه اموالهم ولا في هذه الحكومات التي تعاقبت وهي حكومات فاشله، هؤلاء اقل تقدير اياديهم بقت نظيفه، لذلك القوى الوطنيه لديها عده ادوار مهمه، الدور الاول هو الان العمل الجاد على توحيد الصفوف ورصها وبالتالي وضع قاعدة العمل المشترك بين الجميع وهذا حقيقة القضية ليست بالهينة وليست بالسهلة أيضا لأنها تعلم تماما أن هناك في العراق فسيفساء جميلة بين مكونات الشعب العراقي تحتاج إلى أن يكون هناك الجميع يكون فيها وكذلك هناك أيضا أدلوجيات مختلفة لذلك لكن أقل تقدير أن الكل مجمع على أن الوطن هو الأهم وبالتالي ينبغي تقديم المصلحة العامة هنا لا بد أن يكون هناك دورا في إعادة توحيد هذا هذه الجهود ومن ثم وضع عاليه عمل مشتركه تنطلق فيها الجميع من مسافه واحده لاستعاده الوطن ومن ثم ايضا ان لديها دورا في قياده الوعي الجمعي للشعب العراقي هناك وعي يغيب لان الشعب العراقي يمر بمرحله كبيره تماما من عمليات التغيب والتجهيل لذلك راينا ان هذه العمليه السياسيه واحزابها قد افشلوا التعليم وقد تسببوا بمعاناة العراقيين بين النزوح وبين المعتقلات إلى الآن المعتقلين حقيقي ومغيبين عن عالم جديد لا يعرفونه بسبب السجون الانتقامية التي يتعرضون فضلا عن الأحكام الجائرة القضائية التي رأينا ازدواجيتها هم لا يعتقلون الميليشيات الميليشيات تستخدم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقد رأيتم داخل المنطقة الخضراء التي هي مقر سيارة العملية السياسية تم استخدام الأسلحة لكن لم يصدر أمرا قضائيا بينما بوشاية المخبر السري بالتقارير يتم الحكم بالاعدام والمؤبد على شباب يتركون الى الان في السجون وعوائلهم تئن من عده اتجاهات اما اتجاه انهم يوفرون اموالا لغذائهم داخل السجون او انهم يدفعون مبالغ حتى لا يتم تعذيبهم، لذلك هناك ماساه فضلا عن ما يجري الان نتكلم عن 12% هناك تسريب من المدارس من عشر سنوات إذا نتكلم عن مئات الآلاف الآن نحو الأمية ولذلك حقيقة هم لا يريدون للشعب العراقي أن يكون واعيا وطنيا فاعلا في استعادة وطن لكنهم يفاجئون بأن الشعب العراقي من خلال التظاهرات التي انطلقت ومن خلال العمل الحثيث سواء القنوات الإعلامية التي هي تقف مع الشعب العراقي وتناهض هذه الأدوار الخبيثة للعملية السياسية وإجهازها الإعلامي أو للمحتلين وإعلامهم أو من خلال حقيقة الشخصيات الممتدة جذورها مع الشعب العراقي من شتى الوسائل من أجل وصول الوعي الوطني لأنهم أرادوا ترسيخ الطائفية وترسيخ مبدأ تفكيك الشعب العراقي إلى مكونات حتى يسهل السيطرة عليه وبالتالي يمكن أن يستخدموه للنزاع الداخلي فيما بينهم. اليوم في نظري أن القوى الوطنية نجحت في قيادة الشعب العراقي إلى هذا الوعي الكبير ومن ثم الآن تنجح من خلال ما رأيناه في مؤتمر الميثاق أنها تستطيع أن تجتمع وأن تلتقي وبالتالي ليس هناك ولذلك هنا الميثاق يؤثر على نفسه أنه ليس حزبا سياسيا هو يريد أن يصل لمرحلة أنه يؤسس قاعدة العمل المشترك ويجمع الجميع بكل إيثار وبالتالي يريد أن يقدم الأصلح إلى الشعب العراقي لقيادة المرحلة القادمة إذا نستطيع أن نقول أن القوى الوطنية لها أدوار متعددة منها الوعي ومنها زياده العمل فضلا على ان تحركها على الساحه الدوليه اصبح مهما لان في العراق بدا التغيير ليس من الداخل الا ما بالاداه الخارجيه في استخدامه، وبالتالي ايضا نحتاج الى عمليه موازنه ما بين الداخل وما بين الساحه الدوليه من اجل الوصول الى ملتقى يمكن انقاذ الشعب العراقي فيه وهذا ما تقوم به القوى الوطنيه ولذلك لها اهميه وازنه بهذا الاطار. استاذ احمد بالعوده اليكم مره اخرى، هل ممكن ان يكون هناك يعني ارض صلبه وقويه وملتقى فعلا تتوازن فيه القوى في المتصله بالقوى الدوليه وكذلك اقصد القوى الوطنيه وكذلك مع ما يقوم به الثائرون المتظاهرون في الداخل العراقي، هل تتهيأ بذلك الارضيه لعمل نظام جديد واسقاط دستور مبني على المحاصصه قام بتشكيله المحتل الامريكي؟ يعني ما يجري بالشارع العراقي من ليست هبة هي ثورة تتطلب من القوة الوازنة بالمجتمع أن تنهض بدورها أن تعبر أن تساعد أن تعضد أن تحرض هؤلاء الذين لجأوا إلى خيار الشارع بعد أن عجزوا في إصلاح النظام هذا النظام متهرئ وفاشل وكل عوامل التغيير بالعراق واضحة للعيان فشل سياسي نهب ثروات العراق تغول السلاح الطائفيه، التدخل الايراني والامريكي، كل هذه العوامل تدعو وتفرض على القوى الوطنيه ان تنهض وان تصطف وطنيا في اطار او من خلال اطار برنامج وطني سياسي يسهم في عبور العراق من هذا المازق الذي يتخبط به، لذلك اقول ان على القوى الوطنيه ان تستثمر هذه الفرصه فرصه ذهبيه الشارع يتسع، دائرة الرافضين للعملية السياسية تتسع، هناك ملامح كثيرة تشير إلى هذا النظام آيل للسقوط وبالتالي على القوى الوطنية عندما تتحدث أستاذ أحمد عن الفرصة أيضاً هل تشمل ذلك الفرصة ما يجري الآن في, في إيران في الداخل الإيراني؟ نعم بتقدير القوى الولائية أو الأحزاب الولائية بالعراق تستمد قوتها واستمرارها من دعم النظام الإيراني عندما يضعف النظام الإيراني أمام هبة الشعب الإيراني ضد المرشد وضد كل الممارسات التي ينهض بها النظام الإيراني بتقدير القوى الداعمة للمشروع الإيراني المرتبطة بالمشروع الإيراني تضعف عندما يضعف النظام الإيراني لذلك هذه الاحتجاجات في إيران هي نابعة عن تحرك وحراك شعبي رافض للتدخل الإيراني رافض لولاية الفقيه الفقي رافض لكل الممارسات التي ينتهجها النظام الإيراني ضد شعبه وضد مستقبله نعم سيد عبد الله سلمان بالعودة مرة أخرى يعني القوة السياسية في العراق نجحت في إيصال العراق إلى مرحلة فوضى انتشار السلاح مرحلة فوضى نشر الميليشيات نشر المخدرات بين أوساط المجتمع العراقي بشهادة يعني زعماء القوى السياسية وليس هذه الشهادة بجديدة يعني في كل مرة هم يشكون نشر المخدرات بين أوساط الشباب العراقي ويتغاضون عن أنهم هم السبب بأحزابهم وميليشياتهم وبحدودهم المشرعة مع إيران والمفتوحة من وجهة نظرك الآن في ظل هذه الاحتجاجات التي تجري في إيران، هل يمكن للقوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية التي ترعاها إيران أن تستثمر الفرصة الآن لمساندة التظاهرات معنوياً ولتكون السند كما كانت ولا تزال؟ الحقيقة من البداية يجب أن نوضح أن المجاميع التي تقود السلطة في العراق لا تنطبق عليها صفات السياسيه لان المجاميع السياسيه لها برنامج وطني يخدم الشعب وتعمل على تطبيقه اما بالقرب من السلطه او في السلطه، اما تضغط على السلطه من خلال برلمان ديمقراطي صحيح او لا، اما المجاميع التي تحكم في العراق هم مجموعه من العصابات جابهم بريمر ودخلهم ولبسهم أقنعة معينة كل واحد لبس أنت قناعك قومي كردي وأنت قناعك سني وأنت قناعك شيعي ودخلهم هذه العملية وهم مجموعة عصابات وقتلة لا لا تنطبق عليهم الصفة السياسية أما ما يحدث في إيران وتأثيره على العراق إيران السياسة الإيرانية بسبب تدخلها بالعراق وسوريا ومناطق اخرى بالتاكيد هذا يؤثر تماما على وضع الشعب الشعوب الايرانيه الموجوده على وضعها الاقتصادي على وضعها الاجتماعي على امنها على استقرارها فبالتاكيد هذا نتيجه سياسه تدخل ايران بهذه المناطق انعكس على سياساتها الداخليه على الوطنية, على القوى الوطنيه العراقيه صاحبه المصلحه في ان تدفع الشعب العراقي نحو التقدم هي القوى المناهضه للاحتلال الامريكي الايراني هذه القوى يعني يجب ان تستثمر هذه هذه بالتنسيق مع مع حتى القوى المناهضه للنظام الايراني بالتنسيق وتقديم ما يمكن تقديمه للشعب العراقي وبالتاكيد نحن يجب ان نقر ايضا هناك اختلاف في موازين القوى ما بين القوى العراقيه المناهضه للاحتلال وخصوصا ثوره تشرين وأدوات أدوات الحكم في العراق يمتلكون إمكانيات هائلة من المال والسلاح والسلاح والغدر والقتل هذه هي الاختلافات التي التي موجودة لكن يمكن للقوى الوطنية العراقية استثمار ذلك مثل ما أشار ضيوفك الأكارم أهم شيء هو وحدة الصف وتحديد العمل وتحديد العمل حددت تشرين واضح وبصراحة التحولات السياسية تقام دائما بالشعارات البسيطة وهي إسقاط النظام وإقام نظام المواطنة نظام المواطنة هو الذي يشمل هذا يجب أن يكون هو الهدف بعد إسقاط النظام على القوى السياسية العراقية أن تستثمر هذه الظروف المهمة لخدمة الشعب العراقي وإبعاد شبح حقيقه الشبح الظلام الغامق على الشعب العراقي بالمستقبل، لانه القوى السياسيه القوى الموجوده في السلطه العراقيه قوى يعني ظلاميه لا تحترم الدم العراقي يعني اول مره في التاريخ يجي واحد يحكم مجموعه يكرهها، اذا انت تكره الشعب العراقي ليش اجيت وتصدرت ان تحكم العراق؟ اطلع من العراق. لان اذا انت تكره الشعب العراقي هذه المشكله ما بين العراق وما بين القوى الحاكمه الموجوده وعلى القوى السياسيه العراقيه المناهضه للاحتلال ان واحد صفوفها باسرع ما يمكن وان تتناسى بعض الخلافات البسيطه هنا وهناك وتفضل مصلحه الوطن على كل شيء نعم اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحوار كونوا معنا أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام وحلقة تحت الضوء اليوم بعنوان الحل المنشود لإنقاذ العراق بالعودة إليك أستاذ عبد القادر النايل معهد تشاتام هاوس البريطاني يصف أن ما بين العامين 2006 و2014 فقد العراق أكثر من 551 مليار دولار بسبب فساد العملية السياسية هذا فقط خلال ثمان سنوات بعد احتلال العراق ونحن الآن في دخلنا إلى السنة التاسعة عشر من وجهة نظرك يعني والحاله هكذا عندما تكون هناك ثورة سلمية يقوم بها متظاهرون سلميون فقراء هل يمكن لهم ان يواجهوا ميليشيات واحزاب اقتاتت على اموال العراقيين طوال هذه المدة الطويلة هناك مليارات الدولارات لديهم هناك قوة من السلاح، قوة من المال السياسي، قوة من الاموال، هناك داعم كبير لها وهو الداعم الايراني. هل ممكن ان تقف بوجه هذه القوه من وجهه نظرك؟ بالتاكيد تستطيع لانها تمتلك الارض والعزيمه والارض تنتصر لاصحابها لا تنتصر الى جلاديها، هؤلاء سرقوا المال العراقي لكنهم حريصون على الهروب من اجل الظفر بهذا المال، هؤلاء مطلوبين واذا الشعب اراد الحياه يوما فلا بد ان يستجيب القدر، فلذلك الشعوب لديها امكانيه القوه والمنع وكذلك تشكيل كل الأمور وإلا هم يبطشون في العراق منذ عشرين عاما وخرجت تظاهرات خمسة وعشرين شباط وتم البطش بها هذا تكلمنا عن التظاهرات على سبيل المثال وخرجت تظاهرات المحافظات الست المنتفضة عام 2013 وتم البطش بها وخرجت ثورة تشرين وبطش بها والآن تخرج مرة ثانية لأنها مستمرة لذلك العراقيون وبينهما مراحل كثيرة العراقيون الى هذه اللحظه هم يريدون ان يستعيدوا وطنهم لانه امانه للاجيال القادمه وامانه في اعناقهم وبالتالي قدموا تضحيات من الوفاء الاستمرار لهذه التضحيات التي قدمت ارواحها ودمائها وقدمت حريتها وهؤلاء المعتقلين والمغيبين من اجل ان يعود العراق الى شعبه والى وضعه وبالتالي كل هذه الامانات التي هي في رقابنا وفي رقاب العراقيين جميعا وفي رقاب المتظاهرين الكل لا بد أن يستحضر عظمة العراق وعظم هذه الأمانة والمسؤولية من أجل الوصول إلى مرحلة استعادة العراق لكن هؤلاء لا يمتلكون العزيمة كما يمتلكها الشعب العراقي والمتظاهرون ولذلك دائما حقيقة الذين هم على الحق من ينتصر وأهل الباطل سيذهبون وسيزولون إن الباطل كان زهوقا ولذلك حقيقة هؤلاء مهما تجمعت لديهم مكامن القوة من مال ومن سلاح ومن دعم إقليمي إيراني لهم هؤلاء سيذهبون هباء منثورا وبالتالي أنا أجزم لك في برنامجك هذا وسجلها علي وأمام الشعب العراقي سيأتي يوم الفلان من الناس يريد الاختصاص من الميليشيا الذي قتله وقتل لن يجده لأن العراقيون سينقضون عليهم جميعاً لذلك نحن أمام مراحل متغيرة ومراحل ينبغي الاستعداد لها وهذه المرحلة الحاسمة في تاريخ العراق أنا أقول بدأت وتعلم كما تعلم ويعلم الجميع والضيوف الكرام أن الميل يبدأ بالخطوة ونحن قد بدأنا حقيقة وعجلة التغيير قادمة للعراقيين هل بدأت منذ بداية ثورة تشرين؟ لا أنا أقول نعم كانت لثورة تشرين مرحلة مهمة في إعادة تشكيل الهوية الوطنية الذي كانت حقيقه لمحافظات الجنوب تغييب كبير، وبالتالي خروجهم هو كسر كثير وفضح كثير من مخططات هذه الاحزاب، هي كانت لها الفضل في اعاده تركيب الهويه الوطنيه وتعشيق العمل الوطني على مستوى العراق. كسر صنم الطائفيه. بالتاكيد وبالتالي ايضا فضح جرائم هذه الاحزاب وعزلها بانها لا تمثل مكونات الشعب العراقي وبالتالي ثوره تشرين كانت بدايه لوحده الكلمه العراقيه. انا اقول أنه منذ عدة أسابيع وأقول أنه عام 2023 دائماً هو الخطوة الأساسية ربما ستكون العجلة سريعة بطيئة المهم أننا نسير في مرحلة التغيير القادمة لذلك نعم يستطيعون أن يواجه الشعب العراقي أسميتهم الفقراء والفقراء هم أحب أحباب الله هؤلاء الفقراء من الشعب العراقي سينتصرون وسينتزعون العراق من مخالب هؤلاء الذين سرقوا المال العراقي يعني بالأمس القريب قبل عدة أيام اطلعت على وثيقة تجهيز مكتب الكاظمي بسبعين مليار دينار من مي من ميزانية الأمن الغذائي هم يسرقون وماذا يؤث المكتب المالكي يؤثثونه بالطاولات وهو كلها سرقة وشراء العجلات فبالتالي إذا كان هؤلاء قد امتدت يداهم إلى طعام العراقيين الذين ادعوا أنهم قد أقروا هذا القانون الأمن الغذائي للعراقيين فكيف لهؤلاء أن يصمدون الظالم لا يمكن الا ان يقهر باراده الله واراده صمود الشعب العراقي لكن نحتاج الى العزيمه نحتاج الى الصمود الصبر والمطاوله والتنوع في عمليه استعداد الشعب العراقي للتغيير سواء كان التحرك دوليا والتحرك محليا وتعشيق الجهود وبالتالي وحده الكلمه ووحده الصف كفيله في تسريع الاحداث للوصول الى الغايه المنشوده في ارجاع العراق. نعم، استاذ احمد بالنسبه للنظام السياسي هو دائما ما يتغلف بنظام قانوني، سلطه قانونيه ترسخ نفوذ الاحزاب والميليشيات وتغيب العداله في العراق وتكثر من المعتقلات والسجون وتضيع حقوق الشعب العراقي. هذا النظام القضائي من اين يستمد قوته؟ هل من منذ ما بعد عام 2003 من من المحتل الامريكي ام من برعايه ايرانيه بحيث يبقى الى الان الكثير من الناشطين، لو اختصرنا الزمان نقول نتحدث فقط عن الناشطين الذين تم اغتيالهم او تم تغييبهم بعد اندلاع ثوره تشرين. إلى الآن الناشطون لا يعرف مصيرهم آه ذوهم يعني آه عندهم أمل لا زال عندهم أمل أن يلتقوا بهم أو حتى أن يتعرفوا على أخبارهم ولكن هذا النظام آه القضائي الفاسد من أين يستمد قوته في, في العراق ما بعد العام 2003 المعروف للجميع يعني هذا النظام القضائي هو جزء من تشكيلة وتركيبة النظام السياسي وبالتالي انحراف هذا النظام القضائي واستخدامه كاداه سياسيه لتصفيه الخصوم وتغطيه عمليات القتل والاعتقال هو جزء من مازق النظام السياسي الحالي، هذا المازق يتسع ويكبر لان كل عوامل التغيير واضحه واضحه المعالم. النظام السياسي الحالي يحاول انتاج نفسه من جديد. عبر شعارات وعبر استجابة لبعض المطالب البسيطة ولكن سرعان ما ينكشف من هنا تكمن أهمية تسليط الضوء على النظام القضائي لأن نظام فاسد مرتشي آلة آه 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 مطيعة بي بيد الأحزاب والشواهد كثيرة عندما آه غطى آه على القتل المجرمين وتغاضى عن آلاف بالملايين ال المحتجزين والنازحين والمهجرين هذا النظام سيظل حقيقة العوبة بيد القادة السياسيين التي تدعمهم, تدعمهم إيران النظام كما قلت القضائي هو جزء من نظام متهرئ اه كسباير انتهى صلاحيته تا... من أين يستمد قوته؟ يستمد من الأحزاب التي يستجيب لمطالبها خصوصاً الأحزاب الطائفية التي تتسيد الموقف منذ 2003 حتى الآن من هنا تكمن أهمية ليس إصلاح النظام اقتلاع هذا النظام وبالتالي اقتلاع هذا النظام الذي أدخل العراقيين في هذا النفق أفقر العراقيين حقيقة بأساليب وبممارسات خطيرة تداعياتها ما زالت مستمرة منذ الاحتلال وحتى الآن استاذ عبد الله السلمان الكاتب والباحث السياسي ما يجري في العراق الان ليس ببعيد عن العالم، يا ترى كيف ينظر العالم الى العمليه السياسيه التي انتجها الامريكيون ورعاها الايرانيون في العراق والى مخرجاتها مخدرات منتشره في المجتمع العراقي فوضى السلاح معتقلون، مغيبون، مهجرون بالملايين، مهجرون خارج العراق بالملايين، اموال عراقيه مهربه، فساد اداري ومالي، ارقام واحصاءات موجوده حتى في تقارير دوليه. اذا عدنا الى سبب الاحتلال سبب الاحتلال هو تدمير العراق وابعاده واخراجه من الساحه السياسيه بالمنطقه. وهذا هو كان الهدف الأساسي في الاحتلال، فهذا الهدف لا يتم اذا ما لم تتم ما ذكرته من سرقه الاموال وقتل العراقيين وقتل الصناعه والخبراء كل هذا هو بتواطئ دولي واللي قادته امريكا هل لا يمكن اليوم للمجتمع الدولي ان ياتي ويساعد الشعب العراقي الا اذا اقرت امريكا انها هي صاحبه الجريمه وهي المجرم الاول وعليها تعويض كل ما جرى وهذا لا يمكن ومن المستحيل امريكا تقدم امريكا قتلت كثير من الشعوب العالم واحتلت كثير من البلدان ودمر الكثير من من الكيانات السياسيه في العالم ولم تعترف يوما ما في اي جريمه من جرائمها فكيف فكيف تاتي وتعترف بوضع العراق فبما انه العالم متواطئ مع امريكا والامريكا تريد تدمير العراق فيبقى الحال كما هو تبقى الجريمه وتبقى القتل ولا احد يبعد هذا الشبح الموت الا الشعب العراقي، والشعب العراقي هو الوحيد القادر على ابعاده، يعني التحولات السياسيه من حيث الزمن 20 سنه ليست ليست كثيره، ليست طويله. يعني الكثير من الشعوب تم احتلالها مئات السنين، ولكن بالتاكيد الشعب اليوم الشعب العراقي واعي لكل كل المؤامره ويعرف تماما أن امريكا وايران متواطئه ضد الشعب العراقي وعليه ابعاد ابعاد هذا الشبح اللي يقول الامريكي الايراني يجب ان يخرج من العراق وبالتالي يمكن اعاده العراق العراق وخيراته الى شعبه والى أهله هي هذه المساله الكبرى اللي موجوده التي لا تقبل امريكا ولا المجتمع الدولي التعاون مع الشعب العراقي او اقرار بحق الشعب العراقي في العيش بحريه وكرامه كما كما يستحق لان هذا الشعب ذو تاريخ وعظمه وانسانيه وبناء سياسي سليم تاريخيا موجوده الاحزاب السياسيه بنت كثير من الافق السياسي رغم تعثرها في مراحل معينه ولكن بالحقيقه ان العراقيين قادرين على اعاده الامور الى نصابها وبمسافه قصيره واذا ما اتيحت الامر بيد الشعب العراقي فان التغيير بيد العراقيين سيكون بوقت بحك... بي... مجازي غير غير مسبوق تاريخيا ان العراقيين يقفون على اقدامهم من جديد بفتره وجيزه جدا والان المرحله في العراق على فوهه بركان والعراق يغلي ويكاد تكاد فعلا العمليه السياسيه تكاد ان تحتضر وتموت على ايدي الثوار وكذلك المتظاهرين الذين يرومون ويهدفون إلى بلد حر ذي سيادة. إذا مشاهدينا الكرام سنكمل الحوار بعد فاصل قصير، كونوا معنا. إذا بالعودة إليك أستاذ عبد القادر النايل، الحل المنشود لإنقاذ العراق من وجهة نظرك الآن هل تتهيأ الظروف الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الظروف الداخلية في العراق؟ من المعلوم تماما أن العراق منطقة مهمة واستراتيجية. استراتيجية العراق تنبع من عدة أمور. العامل الأول الآن هو عامل الطاقة والاقتصاد في العالم. وبالتالي أمريكا لا تريد أن تكون هناك قطبية ثنائية غيرها في العالم وهي تسعى بكل الامور ورطت روسيا في اوكرانيا وبالتالي يجري العمل علي توريط الصين او كبح جماح الصين التي هي المنافس الحقيقي للقطبية الثنائية وليست روسيا لذلك العراق تسعى إيران لربط السكك الحديدي والطرق الحريرية من أجل أن يكون ملاذا آمنا للصين من أجل الوصول إلى أوروبا عبر ربط ميناء الخميني بطرطوس في البحر الأبيض المتوسط ويكون العراق هو الساحة المنفتحة ولذلك كل هذه التخرصات التي تقودها إيران سواء بالسيطرة على القائم أو بدعم ميليشيات البكك الإرهابية في سنجار أو بما يسمى طريق السبايا وغيرها الذي يمتد إلى الشام وكل هذه الطرق النسيميه او السكه الحديديه التي وقعت من اجل تنفيذها من ايران الى العراق الى سوريا كل هذا يجري من اجل ايجاد طرق لصالح الصين وبالتالي الصين تدعم تثبيت النظام الايراني وتثبيت العمليه السياسيه التي هي امريكا باقدامها وباياديها سلمتها الى ايران من اجل تدمير العراق خدمه للكيان الصهيوني والان وقعت في شرك اعمالها، لذلك حقيقه هذه الصراعات للاسف الشديد اقولها اصبحت الاراضي العراقيه هي منطقه او ساحه للصراعات الدوليه والاقليميه، على هذا الاساس راينا ان حتى ايران تستخدم الساحه العراقيه في التص صعيد من أجل الوصول إلى تسويات في ملفها النووي ذلك القصف الذي حصل القصف والان تدخل ايراني سافر في شمال العراق في كردستان العراق من قصف وتهجير قرى على مسمع ومرا العالم والعالم لا يتحرك ومجلس الامن عليه اخلاقيات انه اقل تقدير يضع بعض العقوبات وهي تعلن عمليات عسكريه واعتداء واضح تمام فضلا على انه معلومات دقيقه دخول وحدات من الحرس الثوري الايراني داخل الاراضي العراقيه الحكومه تتواطأ والاحزاب تبرر لذلك حقيقه ها هذه الاستراتيجية في أن يكون العراق هو مرحلة الضغط الحاسم لإنتاج من يستطيع الوصول إلى السيطرة على قلب الشرق الأوسط وهو العراق ستدفع بأن يكون هناك تحركات دولية لإعادة استقرار العراق قبل فوات الأوان على هذا الأساس فإن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حتى من دول المنطقة لن تستطيع أن تدفع أثمان باهظة قادمة إذا منهار الأمن في العراق وتدخلت تدخلات أخرى في إعادة إنتاج ربما الفوضى المسلحة داخل العراق على هذا الأساس فإن التحركات الدولية بالتأكيد ستصب إلى أن يكون هناك استقرار في العراق لكن نوع هذا الاستقرار بالتأكيد هم يريدونه لمصلحتهم ومن هنا نقول على أهمية الحراك في العراق تظاهرات العصيان المدني وأهمية تحرك القوى الوازنة ومن هنا يأتي عملية حقيقة المدروسة للميثاق الوطني العراقي من عقد مؤتمره وتقديم شخصيات عراقية من مختلف الطيف العراقي وهم هؤلاء قادرون على أنهم حقيقة يقفون على أرضية صلبة صامدة وبالتالي يضعون الوطن العراقي والمواطن هو الأساس في عملية عودة العراق من وحدته إلى دولة المواطنة الحقيقية إلى كتاب الدستور الحقيقي والأوراق التي قدمت هي كفيلة لمن يريد أن نراجع في كيفيه نظره الشخصيات العراقيه والقوى العراقيه الوطنيه في ايجاد بديل، لذلك البديل موجود على هذا الاساس اقول فان هنا التحرك يبدا اهميته قبل ان تبدا عمليات الضغط الحاسمه لوضع استراتيجيه جديده في العراق، لذلك الامور والظروف مهيئه نعم بالكامل لعوده العراق. لانه كما قلت لك هناك صراعات حقيقيه والعراق في قلب العاصفه وبالتالي ينبغي ان تكون تحركات مدروسه للجميع من اجل عوده في العراق. طيب. استاذ احمد صبري كيف من وجهه نظرك ان تكون هناك يعني خطوط عمل كبدايه او تحركات مدروسه تاخذ في نظر الاعتبار موقع العراق ومصيريا ارتباطه بموضوع المفاعل النووي الايراني وما يجري فيه من فوضى من مخرجات العمليه السياسيه هي جزء كبير منها نتيجه تفاوض الغرب مع ايران. هل هذا الامر سيبقى رهن تفاوضات المفاعل النووي الايراني ما يجري في العراق الان من فوضى وانتشار السلاح وعمليات قتل وتغييب ومحاولات لاستهداف الهويه العراقيه؟ يعني ايران في ظل وضعها او مأزقها الحالي تحاول استثمار ما يجري في العراق فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاق النووي. من هذا المنطلق ايران تضغط بهذا الاتجاه وفي يدها اوراق كثيره العراق، اليمن، لبنان، سوريا وتدخلها الاخر بالدول الاخرى. ولكن بتقديري ايران سوف لن تستطيع ان تمرر او تحاول استثمار هذا لانه الغرب وبالتحديد امريكا تريد ان تضع حد لهذا الموضوع. ولكن اذا عدنا الى الشان العراقي فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني لا يختلف اثنان على ان ما الطبقه السياسيه الحاليه هي منتج الاحتلال منذ 2003 وحتى الان، هذا المنتج هو صنيعه امريكيه. اختارت هؤلاء الـ الـ بالدارج نقول هؤلاء الخونة لكي يتسيدوا العراق أضاعوا العراق أضاعوا ثروة العراق أفقر العراقيين أبعدوا العراق عن محيط العربي الذي كان له دور وازن وهم وأساسي من هنا تكمن أهمية لجوء إيران لاستثمار اوضاع العراق وبعض القوى الوطنيه كما يفعل حزب الله فيما يتعلق بالترسيم الحدودي مع اسرائيل في البحر وبالتالي ايران تحاول ان تلعب اكثر من ورقه ولكن بتقديري هذه المره صحيح هناك مراوغه هناك مماطله ولكن بالنتيجه سوف يرى هذا الاتفاق النور وربما ايران تحاول استثمار هذا هذا الاتفاق لترسيخ اقدامها في العراق وبعض المناطق بالوطن العربي. نعم صحيح. دكتور مثنى حارف الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئه علماء المسلمين قال ان ان هذا النظام اثبت التجربه انه غير قابل للاصلاح وينبغي اقامه او صناعه نظام جديد في العراق. من وجهه نظرك الان هذه الاكذوبه اكذوبه الديمقراطيه، هل اصبح لدى كل عراقي اليقين بان هذه الديمقراطيه المزعومه التي جاءت بها امريكا للعراق هي عباره عن اكذوبه وما هي الا فوضى؟ الادله والشواهد واضحه للشعب العراقي على انه وصل الى وهم الديمقراطيه واكذوبتها. من خلال مقاطعه الانتخابات نتكلم عن مقاطعه تزيد عن 81% وقد رايتم في اخر عندما كانت هناك يعني صراع ما بين الاطار والتيار المالكي اعترف على اكثر من 75% قاطع الشعب العراقي الانتخابات فضلا على انه هذه النسب مثبته لدى الفاعل الدولي وبالتالي الاحاطات الامميه واضحه لذلك لذلك من يقتنع في انتخابات متتاليه انتخابات قبل هذه الانتخابات ومن ثم انتخابات الانتخابات الاخيره مرتين الشعب العراقي يقاطعها باكثر من 80% هذا دلاله على ان الشعب العراقي وصل الى انه لا ديمقراطيه في العراق بالمطلق لانه لا توجد تعدديه سياسيه يعني قد رايتم تهجير الكفاءات وقد رايتم القتل للتظاهرات السلميه في ثوره تشرين وقد رايتم الاعتقالات على الكلمه والراي وقد رايتم الان يعني حتى في محافظات ربما الان منكوبه الذي يتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي يسجن سواء من الاطراف السياسيه الموجوده تمثل هذه المحافظات او غيرها بالتالي هم لا ليس لديهم سوى استخدام الامن فالذي يخاف من الكلمة على مواقع التواصل الاجتماعي هل يمكن أن يسمى هذا نظاما ديمقراطيا؟ <applause> الذي يخاف من أن يسمع المتظاهرين الذين يريدون نداءات وهم مصدر السلطة الرئيسية الشعب هو مصدر السلطات في, النظام في الأنظمة الديمقراطية هل تسمى ديمقراطية؟ فضلا على أن العملية السياسية التي جعلتها الولايات المتحدة الأمريكية هل هي عملية ديمقراطية عندما جاءت مجلس الحكم وقسمت مكونات الشعب العراقي من بنات أفكارها ومن دون أدلة علمية ومن دون قراءة علمية على أن هذه النسب لهذه المكونات ومن ثم يتم توزيع عملية المحاصصة الطائفية عليها ولذلك منذ عام 2003 إلى الآن من الذي يحكمنا قرارات مجلس الحكم 90-150 مقعد للكتل الشيعية 80 مقعد الكتل السنيه 90 مقعد الكو... وبالتالي هكذا هل يوجد في الانظمه الديمقراطيه هكذا ام ان من ينتخب الشعب هو الذي يفوز لذلك لا وجود للديمقراطيه وبالفعل ما قاله الضاري مهم ومناسب تماما ينبغي اقامه على انقاض هذا النظام نظاما وطنيا حقيقيا والطرق الان معبده ومفتوحه لا. نعم هو ليست بالسهل استعاره عراق قد احتل ودمر نعم. وكما أشار ضيفك الكريم على أن العشر والعشرين سنة في حياة الشعوب ليست كثيرة لكن نعم. العراقيين يعني أعانوا ولذلك عندما ننظر إلى أن دول يعني مجاورة لنا صنعت فيها الطائفية في لبنان وفي غيرها عشرات السنين حتى اكتشفوا لعبة الطائفية نعم. العراقيون عندما ننظر فإن الطائفية جاءت من 2006 كواقع رسخته الميليشيات نعم. الى 2010 والعراقيين انتفضوا ضدهم نعم. لذلك كانت ثوره 25 شباط في عام 2011 معلما مهما عندما انتفضت 50 مدينه عراقيه وسقطت من جميع مكوناتها دماء شبابها ها هنا كانت المرحله الاساسيه في كسر النظام الطائفي لكن تصاعديا الى وصلنا الى مرحله ثوره تشرين. نعم. لذلك نحن نقول أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه والذين دخلوا لا. في الإصلاح سقطوا سقوطا مدويا لا يمكن لهم أن يكونون واضح. إلا يحاسبون حاسبة هؤلاء الطائفين شكرا أستاذ عبد القادر في دقيقة واحدة أو أقل سيد عبد الله سلمان ما هو الحل المنشود لإنقاذ العراق؟ الحل المنشود أمام هذه التجربة السيئة من 2003 إلى اليوم يجبرنا على الذهاب الى اسقاط هذا النظام دون اسقاط هذا النظام واقامه نظام مواطنه لا يمكن وجود اي حل واي معضله موجوده اليوم في العراق يعني قتلت المتظاهرين لو موجود هذا النظام يستحيل أن تكشف قتلة المظاهرين بدون إسقاط هذا النظام لا يمكن محاسبة قتلة متظاهري تشرين ولا يمكن لك أن لأي طرف أن يستعيد أموال العراق ولا يمكن أن يحافظ على سيادة العراق هذا النظام يجب أن يسقط هو الحل الأمثل أمام الشعب العراقي وليس له طريق آخر نهائياً شكرا لك استاذ عبد الله السلمان الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الاقمار الصناعيه وشكرا لضيوفي الكرام الاستاذ عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي والاستاذ احمد صبري الكاتب والصحفي العراقي في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني اطيب تحيه وفي امان الله